فضل الشيخ حفظكم الله، إذا صام إنسان صيام التطوع فدعب امرأته فأخرج المذي، فماذا عليه؟ هل يعيد الصيام أم يكمل أم ماذا؟ نعم، إذا دعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة، أقول لك أنا أجاوب من عندي أنا، إذا دعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي بالذال فإن صومه لا يفسد، لا الفرض ولا النذر يستمر فيه ولا حرج عليه. أما إذا نزل منه المني بالنون فإنه يفسد صومه سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة. ولا يحل للإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة، لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال فبمجرد ما يداعب المرأة أو يقبلها مثلا أو ما أشبه ذلك ينزل، فنقول لهذا الرجل لا يحل لك أن تداعب امرأتك ما دمت تخشى أن تنزل. لا هو أمذى أمذى مذي مذي ما على شيء يقول سبحان الله، ولكننا لا نسمح لأحد أن يعلم إلا إذا سمع منا خطأ أو سهوا لا بأس. نعم معروف الرسل يا أخي من إنزال المني، المني ما فيه إلا يغسل ذكر وأنثى فقط ويتوضأ.